عباد الله، إلى متى الرقاد والنوم؟ إلى متى تستمر غفلتنا ويستمر لهبنا وسط الألم الذي نعانيه؟ إلى متى يستمر ابتعادنا عن طريق عزنا ونصرنا؟ إلى متى ونحن نرى المعاصي ظاهرة في كل مكان، في المنازل، في الأسواق، في الجرائد، في المجلات، في الشاشات، في المؤسسات، في المعاملات، بل قل في كل جوانب حياتنا؟ حرب على الله، كيف ننتصر إن كنا نحن الذين نحارب الله؟ كيف ينصرنا الله ومعاصينا ظاهرة بارزة في كل مكان؟ ألم ندرك بعد ونتيقن أن ذلك هو سبب ذلنا وضعفنا وهواننا؟ إلى متى عباد الله ونحن نبارز جبار السماوات والأراضين بالمعاصي؟ أما نخاف؟ أما نخشى؟ هل تناسينا وعده ووعيده وعقابه؟ أنا أن نصحو أما أن؟ أم إننا لن نصحو إلا عندما تأتي علينا الطامات والعقوبات التي بدأنا نرى نذورها تلوح في السماء، ونكون وقتها استحققناها بإعراضنا وقسوة قلوبنا؟ قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ما الذي أهلك القرى والأمم السابقة؟ أليست الذنوب والمعاصي؟ أهلس لأولئك الذين يستهينون بالمنكرات والأوامر الشرعية صغيرة كانت أو كبيرة وسط هذا الواقع المؤلم الخطير الذي تعيشه بلادنا وأمتنا، أن ينتبهوا إلى أن تقصيرهم هم لا يعود بالضرر عليهم فقط، معاصيهم منكراتهم لا تعود بالضرر عليهم هم فقط، بل يعود على الأمة بأكملها، فهم من أسباب الانهزام والتأخر والضعف. من المؤلم أنه على رغم الأحداث الأخيرة الخطيرة التي مرت وتمر بنا وسيمر بنا مثلها كثير إن لم نرجع إلى الله، فإن الكثير من المسلمين أفرادا ومجتمعات لا زالوا مصرين على الذنوب والابتعاد عن منهج الله، بل بعضهم يجاهر بمعاصيه في كل مكان. والله هذه خيانة لله ولرسوله. إن كل عاصي متخلف عن أوامر الله هو من أسباب ضعف الأمة، وكل مطيع سائر على الصراط المستقيم هو من أسباب نصرها. من صلى الفجر اليوم في جماعة فهو من أنصار هذا الدين. فأسألك بالله العظيم، هل كنت في صفوف الذين صلوا ودعوا وتضرعوا، أم كنت في صفوف المتخلفين؟ هل كنت سبب من أسباب قوة الأمة اليوم أو من أسباب ضعفها؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. لابد أن نراجع الحسابات، لابد أن نراجع الحسابات، لابد على الراعي والرعية أن يتكاتفوا فيما بينهم البين لإنقاذ السفينة من الغرق، لابد على الراعي والرعية أن يتناصحوا فيما بينهم البين لإنقاذ السفينة من الغرق، وهي على وشك الغرق إلا أن يلطف بنا الرحمن الرحيم. والله السفينة على وشك الغرق
إلا أن يلطف بنا الرحمن الرحيم. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اجعل تدبيره تدميره وكيده في نحره يا رب العالمين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن يا رب الأرض والسماوات. اللهم طمن علينا بتوبة النصوح يا رب العالمين، اغفر ذنب المذنبين واقبل توبة التائبين وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم من حاد منهم عن الصواب فرده إلى الحق والصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا جبار السماوات والأراضي. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم أيدهم بتأييدك يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكبت عدوك وعدونا من اليهود والنصارى الذين يمكرون بنا مكر الليل والنهار، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اجمع قلوبنا على الحق يا حي يا قيوم.